الرز بيكون حلو جدا. الميزه اللي بتخليه بني او الحاجه اللي بتخليه بني هي البصل. تعالوا اقول لكم ايه هي مقاديره سريعا برضو. عندي بصل مبشور، ثوم مفروم، رز مصري، حبهان، ورق لورا، زبده، ملح، والمستكه. تعالوا كده يلا بينا على طول مع بعض. اهو هحط زيت زيت شوية عشان أحمر البصل، والبصل هنحمره. أيوة هنحمره. بسم الله هحط في الجنب ده بصل، هحط المستكة في الجنب التاني. المستكة لازم تدوب في إيه؟ لازم تدوب في حاجة دهنية. وهحط الحبهان، هحط 2 حبهان، هحط ورق اللورة، ومع بعض لازم علشان ياخد اللون اللي أنا عايزاه اللي هو البني، البصلة تتحروق معانا، تلاقوا لونها غمق مش ذهبي. لو ذهبي هيطلع لونه ذهبي مش بني، مش الرز البني اللي احنا ايه بناخده دايما. هنبقى بقى مظبطين الرز بتاعنا اهو، هي طريت بس ده مش اللون اللي أنا عايزاه خالص، فلازم ايه استنى عليها شوية وازود الزيت واحمرها كويس جدا بالراحة. وبرضه هستنى شوية علشان احنا عايزة رز بني، مش عايزة رز ايه بيج فاتح. اهو لما لونها يبقى كده هنزل الرز بتاعي وهقلب كويس جدا. بصوا كده بقى تقليبة حلوة محترمة، وهحط على حسب انا حاطه كام كوبايه، كل كوبايه ليها انا هتقول 3 كوبايات، فحاطه 3 معالق صغيره من الايه الملح، وهنحط برضو رشه من الفلفل. يلا هقلب وهقوم كده. انا عندي الرز ايه اتشوح، وهقوم منزله عليه الايه الميه. يلا يلا بقى نجيب الميه وننزلها عليه. حلو قوي. حلو بقى نشوف كده. اه تمام. يلا